تقلب لو قال يمشي انت راه واحد دابا صغار كان عام الخميس فاك كان يخرج هذا نخرجوا من الدراري السلام عليكم، مرحبا بكم في ضيعة فلاح عبد المجيد اللي كتواجد في منطقة ديال العزيب أباقيو اللي جا في مغوغا. وبالنسبة احنا دخلنا الحولي ديال اسبانيا، الحولي اسبانيا كتراوح الثمن ديالو ابتداء من 2200 درهم حتى 2500 درهم، شي حاجة مليح ابتداء من 40 كيلو 50 كيلو. هادو فهمتي، هادو ما عمرهم كيزيدو علاوك، دايما كيبقاو خسارين، كيعراضو وكيقسم كيبقاو خسارين، ما كيطولوش، ماشي بحال الصار ديال راه هو اللي تما في العمر ديالو 8 شهور، بين 8 شهور 9 شهور. المميزات ديالو هما طايحين التمن شويه بالنسبه للحاولي اللي قد الحجم ديالو في المغرب. والحاولي المغربي قد هذا راه خصك 3000 درهم، قد هذا 3000 درهم. هي كاين ناس عاود اللي كتقول فيهم الدعم 500 درهم، هي كاينه فيهم الدعم 500 درهم، خشني هما فهمتي كيوصلوا لنا غاليين شويه هنايا المغرب فيهم. المهم هادو باش كيبقاو اخر ثمن، كاين اللي كيبقى 2300، كاين اللي كيبقى 2200، كاين اللي كيبقى 2400، كل واحد الثمن ديالو على حسب العبار الخروف على حسب الحجم ديالو. عاود كاين الخروفات ديال اسبانيا والثمن ديالهم كيتراوح بين 1400 درهم 1700 درهم، خروفه عاوتاني هي كتوزن من ابتداء من 40 كيلو 50 كيلو. وضروري ضروري مواصلات دابا غدا ان شاء الله داخلين جور مايك ديال الخروف اسبانيا، واللي لاحظنا هو كاين خروج كثير ديالو، كاين الاقبال عليه وكاين الطلب عليه بزاف، والناس كتجي عندنا كتسقسي عليه بزاف. وهي غير هاد الايام هادي تبع بزاف، ثلاث ايام دابا باش دخلنا تبع اكثر من 1500 راس ديالو. ولا كيطلبوا كاين اللي كاين فئه اللي كتطلب المغرب، كاين اللي كتطلب اسبانيا. بالنسبه للدراوش هذا اللي خدام لهم هو اسبانيا، هذا هو اللي صالح لهم. وعاد الحاولي هذا قصير وعامر، ماشي كاين الحاولي المغرب طويل وخاوي فهمت، هذا قصير وعامر تبارك الله ومليح. الرساله كنوجه للناس دابا، كاين الناس اللي كتقول الحاولي اسبانيا راه ماشي مزيان، وكاين اللي كتقول مزيان. هي اصلا الحاولي اسبانيا راه فحال الحاولي المغرب تقريبا، اللحام وحده كلشي وحده، اللحام وحده عالف واحد، راه اصلا العلف اللي كيعلفوا هما راه احسن ديالنا. عاد المراقبه هما عندهم مراقبه تما، مراقبه عندهم مشدده تما. واللي كنقولوا الحاولي اسبانيا راه مخير، حنا عن تجربه جربنا منه، عندنا مكزارات وذبحنا منه وقيسنا اللحم ديالو، اللحم ديالو مخيره. يا اثمنه الاسعار عاليه بزاف السنه هذه، سواء السنين الماضيه كان الامور ما شويه مرخوفه شويه، شعب المسكين، ولكن دابا كتعرف شكون اللي مزير بزاف هو المسكين. المعيشه غلاس ارتفعات، وجي عاوتاني العيد عام المدرسه، اذا دائما المسكين هو اللي مع الصراع. هاد السنه هذه زيد 1000 درهم على السنه الماضيه، ألف كاين بين 1500 درهم سيبلو ما زايد فهمتي. كاين اللي عنده امكانيه وكاين اللي ما عندوش الامكانيه الحقيقه، وغالبا الناس هاد السنه هذه مش عايدوش. الشناقه هما اللي خرجوا على السوق، لا ولكن علاش في العوض انا اللي نتلاقى مع الكساب مباشره ونشري بديك البركه اللي غيقنع بها الكساب، كيمشي مول الفلوس كيشري من الفلاح كل شيء، وكيجي يفرض على الدرويش مسكين داك الشيء اللي بغاه هو، لان الناس الاغلبيه نتاع الناس هما عارفين راه في المغرب وكيعيشوا في المغرب، ولاد المغرب عارفين الظروف ديال المغاربه وعارفين شكون هو مسكين اللي كيجي لهنايا.
غير هذا ديال اسبانيا كنسمعوا عليه جايب واحد الاثمنه اللي هنايا كيقول لك هذا 2700 وهو بفمه قال بان معبر الكاميو كيعبر الطوناج، يعني الطوناج ما فيهش هذا لا 30 درهم للكيلو راه 30 درهم كي الصغير كي الكبير. ملي كيجيو لهنا الدوله ما مراقباش ما عطياش اهميه للدرويش. الدوله ناسيه الدرويش، والدرويش هو الاقتصاد، راه الا وقف الدرويش الاقتصاد ديال البلاد كله وقف. خصهم ينتبهوا لهذه الفكره هذه ويوقفوا مع الدرويش شويه. وان الله غفور رحيم، الانسان دابا وقع علينا بحال شي سبع قبض الفريسه ديالو، هذا مول الراس، هذا الراس مول المال وقع عليهم بحال شي فريسه بحال السبع ملي كيشبر الفريسه ديالو. كيمشيو لعند الفلاح، الفلاح دابا اللي كيربحوا هذا الشناق ما كيربحوش الفلاح. الفلاح تلقاه بايعوا له هذا تلقاه بايعوا له كاع ب 2600 2700، هو تيطلب فيه 4500 4000. لو كان خلونا مباشره لعند الفلاح، الفلاح كيقنع، هو عام هو ما كيديش الشناق كيجيبو 15 يوم ما كيربحش فيه داك الشيء اللي كيربحوا الفلاح العام كامل. حنا فلحنا وكنعرفوا شنو هي الفلاح، ضرب عليه تماره والله ما رابح اللي رابحوا الشناق، هذا الشيء راه حرام. ورحنا مسلمين واليهود ما كيعملوش الخوت ومكة، يهودي والله ما يعمل الخا هكا. حنا ملي كنشوفوا راسنا مجيفين كنزيدوا نجيفوا راسنا. واحد خضار صبح كساب، انا كنعرفو كيبيع الخضره صبح شاري الحولي وكيبيع الحولي، يعني شنو الهدف ديالو هذاك؟ باش عنده الفلوس مشى شرى الحولي وكيتكرفصوا على الدراويش يبيعوا لهم باش ما بغاو. هذه راه اضحيه، راه خاص البايع يكون مسلم والشاري يكون مسلم، باش ما كنحرموهاش. راك انت كتبيع ليا وانا كنكلف على نفسي، كان حرام عليا وانت عاود حرام عليك كتزير علي، هذا الشيء راه حرام. الدوله خاصها تنتبه لهذا الشيء وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.